الحق في الماء مقترحات لمواجهة الإجهاد المائي هي مذكر. أولا هي ثمرة نقاش عمومي مع خبراء وفاعلين وممثلين عن الإدارات العمومية. ثانيا هي كذلك أحد المواضيع التي راجع فيه المجلس أولوياته ضمن استراتيجية عمله، فأصبح الموضوع ديال الحق في الماء من الأولويات انطلاقا مما لاحظناه وسجلناه عبر التراب الوطني. في هذه المذكرة نقدم نقول مستويين من حيث مواجهة الإجهاد المائي. أولا ما نسميه بالخيارات الاستراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي، وقدمنا بهذا الخصوص 23 توصية لكل محور من المحاور الستة ضمن الخيارات الاستراتيجية. ثاني حاجة وما نسميه بالإجراءات الاستعجالية الفورية والآنية التي يمكن أن نواجه بها الإجهاد المائي، وقدمنا بخصوصية 29 توصية ضمن سبع محاور أو لسبع إجراءات مستعجلة. نتمنى من الحكومة أن تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المذكرة وأن تأخذ بعين الاعتبار كما كان سابقا فيما يخص تقرير الصحة والانكباب على الإجهاد المائي. هذه المذكرة هي تتويج لمسار انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش العمومي الذي عرفته بلادنا ولا تزال تعرفه حول إشكالية الإجهاد المائي. نظمنا في شتنبر الماضي الحلقة الأولى من مشروع سميناه أغورا حقوق الإنسان حول موضوع إشكالية الإجهاد المائي، الحق في الماء في مواجهة إشكالية الإجهاد المائي، واستدعينا مجموعة من الباحثين والخبراء يشتغلون في مختلف الجوانب المتعلقة بمختلف أبعاد هذه الإشكالية، في المجال الفلاحي، في المجال الاقتصادي، في المجال البيئي، المناخ، السوسيولوجيا إلى آخره. والآن بناء على المخرجات ديال هذه المذكرة وبناء على اشتغالنا على أبعاد أخرى لهذه الإشكالية الإجهاد المائي، قرر المجلس في جمعيته العمومية السابقة في أكتوبر 2022 اعتماد هذه المذكرة التي نوجهها إلى الحكومة وإلى المؤسسات المتدخلة في مجال السياسة المائية وإلى الرأي العام الوطني، وهي مذكرة تعتمد مقاربة تميز بين نوعين من الإجراءات إن شئنا أو التوصيات. توصيات نعتبر بأنها تتعلق بإجراءات مستعجلة ينبغي يعني اتخاذها بشكل مستعجل من طرف يعني الجهات المعنية من أجل مواجهة إشكالية الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المواطنين المغاربة للوج إلى الحق في الماء. إلى جانب طبعا هناك الجانب ذلك هناك ما نسميه في المذكرة بالإجراءات ذات الطابع الاستراتيجي، بحيث أنها هي طبعا لا تقل أهمية واستعجالية عن الإجراءات الاستعجالية التي سمينا الإجراءات الاستعجالية، ولكن في الواقع تتميز بكونها تحتاج إلى نوع من التخطيط، نوع من النفس ربما السياسي إن شئنا بالمعنى ديال السياسات العمومية الطويل، وتتمحور اساسا على ضروره يعني الاهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال. انا اعتقد بان بلادنا يمكن ان تكسب ربما الشيء الكثير بالاهتمام بالبحث العلمي خاصه فيما يتعلق بتطوير تقنيات التحليه. هناك كذلك الاشكاليات المتعلقه بحكامه القطاع، لان في اغورا الحلقه اللي نظمنا هذه الاغورا حقوق الانسان حول الحق في الماء لمسنا مجموعه من الاشكاليات المرتبطه ب ضعف الالتقائية في هذا القطاع، تعدد الفاعلين، وبالتالي نعتقد بأنه ربما هناك كذلك الإشكاليات المتعلقة بما سميناه بضرورة الانتقال من تدبير العرض إلى تدبير الطلب فيما يتعلق ب يعني تدبير الثروة المائية، إضافة طبعا إلى الإشكاليات الأساسية جدا المرتبطة بنمط الاستهلاك لدى المواطن المغربي الذي في الحقيقة لمسنا فيه إشكالية أساسية تتعلق بنوع من الخلط بين قيمة الماء وبين ثمنه. نحن ندعو إلى مقاربة استهلاكية تقوم على أساس عدم الخلط بين الثمن وبين القيمة، بحيث أن ربما الثمن يبدو رخيصا للماء ولكن قيمته ربما يعني لا تقدر بأي ثمن،
وبالتالي فنعتقد بأن جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية يعني حماية الحق في الماء ينبغي أن تتأسس على ضرورة إشراك المواطن وضمان انخراطه بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بحماية الثروات المائية للجيل الحالي وللأجيال القادمة.